انا كطبيب ازاي اسال المريض اسئله تقول لي ان هذا المريض عنده تضخم في اللوز. على فكره تضخم اللوز ممكن التضخم بس بدون التهابات مزمنه، بدون تكرار التهاب اللوز. هو السؤال المهم الحقيقه، هو يعني تضخم اللوز مشكله؟ اه طبعا تضخم اللوز لوحده في حد ذاته مشكله وانديكيتور وانديكيشن، او يعني يستلزم مننا ان احنا نعمل استئصال اللوز. طب انا بسال المريض ايه قبل ما ابتدي افحصه عشان اعرف ان هو عنده تضخم في اللوز؟ دايما يقول لي ان انا بنام بالليل بتخنق شويه، بنام بالليل ببقى ما باخدش نفسي كويس، على طول بحس ان في حاجه في زوري، على طول ما بعرفش اكل، الاكل بيقف في زوري. على فكره ده كتير للاطفال الصغيرين اللي عندهم تضخم في اللوز ما بيعرفوش ياكلوا، لان اللقمه اساسا ما بتتبلاش، ودي بتبقى شكوه الام تقول لي ان الولد على طول بيحب ياكل حاجات خفيفه، شيبسيهات، عصاير، لكن اديله حته مثلا ساندوتش ولا حاجه يقول لي لا، حته لحمه يقول لي لا، فدي بتبقى مؤشر ان في تضخم في اللوز. تضخم اللوز كمان في الكبار بالذات بيعمل لي مشاكل شخير ومشاكل خنقه ومشاكل وما يستتبع الكلام ده كله من قله الاكسجين ودخول الاكسجين في كل حته في الجسم، اللي بيضطرنا ان احنا نستأصل اللوز. ايه ده، هو تضخم اللوز بس بدون اي شكوى تاني يحتاج الاستئصال؟ طبعا تضخم اللوز من ضمن الاشياء او من ضمن الاسباب لاستئصال اللوز بس. عشان كده احنا دايما بنقول اسئله الطبيب للمريض للتشخيص مهمه جدا، وزي ما بنقول جملتنا الشهيره ان عشان تشخص صح لازم، عشان تشخص صح احنا لازم نشخص صح عشان نتعالج صح. مع تحياتي ودعواتي دكتور هشام ابراهيم.